أن تكون قادرة. ولذلك يطلب من مصر باعتبارها جار استراتيجي لديه آلاف الكيلومترات مع ليبيا، ربما يتدفق من هذه الميليشيات المتطرفة التي والت البغدادي علنا، ربما تأتي إلى مصر لا سمح الله، وسيكون من سيناء ومن المنطقة الأخرى، فستكون مصر في كماشة ربما. لذلك المطلوب اليوم من القوات المصرية المتدربة والتي هي قدرة على مقاتلة الميليشيات الإرهابية عمل شيء ما، ربما تدريب، ربما بعض المساعدة، ولكن هذا لا يكون بمعزل عن الموافقة الدولية والاتحاد الأوروبي. وهكذا كانت زيارة روما واليوم فرنسا، وفرنسا لديها الكثير لطرحه على السيسي غدا لتتناقش. ربما هناك أشياء تنشر في الفيجارو في الليمون، ولكن على الواقع سيطلب من مصر دور ما سنتعرف عليه غدا محمود. أنا بشكرك مراسلنا سعد المسعودي في باريس، ولنا غدا معك وقفة في إطار هذه القمة التي ستجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي. شكرا جزيلا لك سعد.